الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. النهاردة عيد الحب اللي بوافق 14 فبراير من كل سنة. بيبدأ التساؤل حول حكم الاحتفال به، وهل هو بدعة ولا لا؟ الأمر اللي حسمته دار الإفتاء المصرية، وده في إطار حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر تعليم الدين الصحيح ومواجهة الفتاوى الشاذة اللي بتروج إلها أو بروجوا إلها البعض. وهنعرض لحضراتكم في تغطيتنا حكم الاحتفال به حسب دار الإفتاء المصرية على موقع صدى البلد، فتابعونا. أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أهمية إظهار الحب تجاه كافة المخلوقات، ودعا في حديث شريف إلى ذلك، مؤكدة أن مفهوم الحب بيحمل معاني كتير وأوسع وأشمل من العاطفة بين الرجل والمرأة، حيث أن هناك حب الوطن، حب الخير، حب العمل، وحب العبادة. وشدد دار الإفتاء على أنه لا يوجد تشابه في الاحتفال بعيد الحب اللي هو الفالنتاين والتشابه بغير المسلمين، موضحة أنه هذا اعتراض غير صحيح، حيث أن عيد الحب انتشر بين العامة سواء المسلمين أو غير المسلمين، والاحتفال بعيد الحب الفالنتاين مقيد بشرط، هو أنه ما يتمش فيه أي نوع من الأشياء اللي بتخالف الشارع والدين. وأضاف دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني أنه مظاهر التهادي والكلمات اللطيفة التي تقال في عيد الحب اللي هو الفالنتاين حلال شرعا، وذلك إذا كانت مقيدة بالأدب الشرعية، وهذا يأتي من باب المناسبات الاجتماعية اللي بيقوم المواطنين بتحديد أيام بعينها للاحتفال ببعض هذه المناسبات الاجتماعية، وهذا لا يتعارض مع الدين والشريعة، كما يجب نشر الحب فهو رحمة للناس، وذلك يعد اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من جانب تاني، قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو لي أنه لا مانع شرعا أن يتفق الناس على أيام معينة بتكون خاصة لبعض المناسبات الاجتماعية، ما دام هذه المناسبات لا تختلف مع الشريعة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الإنسان إذا أحب أخاه فليقل له إني أحبك في الله. ومن الممكن أيضا في عيد الحب أو الفالنتاين أن يعبر الشخص لحبه على أولاده ولأصدقائه ولأهله. إلى هنا انتهت تغطيتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.